بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. النهاردة إن شاء الله هيكون معانا حلقة روح البروتوكول. هتقولي يعني إيه روح البروتوكول؟ هقولك ده عنوان المقدمة النهاردة، وما هي الحقيقة وراء موضوع روح البروتوكول. على فكرة أنا ولا بقلس ولا بهزر ولا انا بتكلم بجد. العالم كله بقى قد كده، اصبح العالم كله اصبح قريه صغيره زي ما بيقولوا. فاكرين حضراتكم الجمله اللي كانت بتتقال من سنين طويله جدا جدا بعد اختراع الانترنت والموبايلات والاقمار الصناعيه، ان العالم كله قريه صغيره. يبدو ان هذه الجمله لم تصل بالشكل الواضح لكابتن عصام عبد الفتاح. احنا ما بنطلعش من هنا نقول اي كلام، ولو كنا بنقول اي كلام كان اكيد حد هيطلع ينفي الكلام اللي احنا بنقوله، خصوصا ان مفيش حد بيطلع اليومين دول اكتر من مين؟ ايوه كابتن عصام عبد الفتاح. لكن الحقيقه انا خلال الكام يوم اللي فاتوا دايما وانا طالع وانا داخل وانا رايح هنا جاي من هنا اقول لاصدقائي وزملائي من الاعداد، يا شباب أنا هكلمكم النهاردة بروح البروتوكول مثلا، والنهاردة أقول لهم أنا هكلمكم بروح الحلقة. فالناس الحقيقة زهقت مني، والله زهقوا مني، قالوا لي يا عم اسلام بقى ارحمنا. بجد مش كده كل شوية تقول لنا روح البروتوكول؟ فالمهم كلهم اشتغلوا على موضوع عايزين نعرف إيه حقيقة أو إيه الحقيقة وراء روح البروتوكول. إيه اللي خلى كابتن عصام عبد الفتاح يطلع يقول مثل هذه الكلمة، أو يبتكر بعد اللي انا عرفته يبتكر هذا المصطلح. تواصلت مع او فريق الاعداد عندنا تواصل مع كل الاطراف الخاصه بهذا الموضوع عشان اكشف لحضراتكم السر وراء روح البروتوكول، وكيف ابتكر كابتن عصام عبد الفتاح هذه الجمله. النهارده ممكن تكون انا اسف جدا لان انا قلت لكم امبارح ان انا مش هتكلم في هذا الامر، ولكن من كتر الزن الناس كلها جابت لي كل الاخبار، عمر وبقيه الناس كلها جابوا لي الاخبار. النهارده ممكن تكون اخر مره نتكلم فيها، ما اعرفش، ممكن كابتن عصام يكمل، ما اعرفش، ما عنديش معلومه واضحه ان كابتن عصام يكمل ما يكملش، ولكن لانه انا ما بسمعش اليومين دول غير ان من الممكن جدا ان يكون هناك تغيير. اذا كان هناك تغيير في لجنه الحكام اتمنى ان يكون هناك تغيير للافضل. ولكن خلينا نرجع للمعلومات تاني. انا دايما لما باجي اتكلم على بمعلومات انا بتكلم بمعلومات موثقه. يعني ايه موثقه؟ يعني معلومات عندي الموضوع في جيبي او في تليفوني او في تليفون فلان او عندي كل حاجه. هقول لحضراتكم ايه حكايه روح البروتوكول من بدايتها. كابتن عصام عبد الفتاح، وخدوا بال حضراتكم الكلام اللي جاي لانه كلام مهم جدا جدا جدا. كابتن عصام عبد الفتاح لما الاهلي طلب تعيين حكام اجانب، تفتكروا كده من اسبوعين ثلاثه النادي الاهلي طلع بيان، او من شهر طلع بيان وقال يا جماعه من فضلكم انا عايز حكام اجانب وادي الشيكات كمان، وبعت الشيكات النادي الاهلي لاتحاد كره القدم. فاكرين الموضوع ده؟ كان قبل ماتش سيراميكا كليوباترا. ايوه برافو عليكم. الوقت ده لجنه الحكام قالت لك ايه؟ او ما كانتش الاول لجنه الحكام ما كانتش عارفه تتصرف ازاي ولا تعمل ايه، لان النادي الاهلي كان عايز حكام من التوب فايف، وفي نفس الوقت ما عندهمش الامكانيات انهم يجيبوا طاقم تحكيم من الدوريات الخمسه الكبرى. خلاص، وده اللي اعلنته لجنه الحكام بعد كده فعلا. بس عشان ااكد لحضراتكم اننا تتبعنا كل شيء، كل شيء بيحصل جوه وبره مصر، لجنه الحكام وقتها رشحت طاقم تحكيم كرواتي بيقوده مين؟ تيهومير بيجن. انا مش بقول كلام من الهوى، انا بقول بالاسماء اهو. رشحت لجنه الحكام الحكم الدولي الكرواتي تيهومير بيجن بالاسم اهو. نفسي حد يطلع ينفي، واحنا هنطلع اللي عندنا، كل واحد يطلع. يعني انا نفسي حد يقول لك يا عم اسلام الكلام ده كلام كذب، هقول له طيب اتفضل ادي واحد اتنين تلاته، لأن كل كلمة بقولها لحضراتكم هي كلمة موثقة. بعدها لجنة الحكام عملت إيه؟ اعتذرت
لجنة الحكام اعتذرت للحكم وقالوا له أصل الأهلي طالع حكام من التوب فايف. تمام كده؟ طيب نيجي بعد كده للي حصل في ماتش البنك الأهلي اللي حضراتكم مستنيين تسمعونا، بس قلت أقول لكم على الموضوع الأولاني عشان تعرفوا إن إحنا عندنا كل حاجة بالأسماء. أنا بقول بالأسماء أهو، مش بقول بالأسماء. طبعا بعد المباراة وإلغاء الهدف الصحيح اللي هفضل أقول صحيح، واللي كريم ثابت، كريم سعيد وأحمد ثابت امبارح قالوا هذا الكلام هنا، إن هذا الهدف صحيح ويجب إعادة هذه المباراة. هقول لكم ليه الماتش ده كان هناك خطأ في تطبيق القانون والبروتوكول، لأن مفيش حاجة اسمها روح البروتوكول أساسا. هدف صحيح لمحمود وحيد، خرج علينا كابتن عصام عبد الفتاح بتصريح عجيب جدا وهو روح البروتوكول، وانه الفار كان صح، وانه كابتن عصام محاضر دوري كلنا مقتنعين وعارفين وكله بيسمع كلامي. كابتن عصام بيقول هذا الكلام، ركزوا معايا في اللي جاي. لما كابتن عصام سالوه في اتحاد كره القدم، هو انت ازاي بتدافع عن غلطه كلنا شايفين مصر العالم كله شايفها غلطه باستثناء كابتن عصام واحبائه؟ حتى الحكام اللي طلعوا في الاعلام من كل الجنسيات من كل حته قالوا ان يا جماعه كل مجموعه الحكام اللي اتكلموا حتى في الاعلام قالوا ان الهدف صحيح 100%، وان البروتوكول الخاص بالفار ما فيهوش اللي اتقال ده او اللي احنا عرفناه اللي هو روح البروتوكول، ولكن بينص على انه ما ينفعش الفار يتدخل في استئناف اللعبه. كابتن عصام كان له رد واضح على مسؤول اتحاد كره القدم لما سالوه، قالوا له يا كابتن عصام هو انت ازاي بتدافع عن هذا الهدف؟ قال لهم اصل انا بعت اللعبه دي للهولندي مايك فاندر روست مسؤول الفار في الفيفا، وقال لي ان قرار الحكم صح. خلاص كده تمام. انا بقول ده كابتن عصام ومايك كان موجود في مصر من شهر وكان بيحاضر الحكام هنا في مصر. مش بقول هيقول لهم حاجه اسمها روح بروتوكول، بس هتعرفوا التفاصيل دلوقتي هقول لكم. فده كان الحكم وكابتن عصام مايك فاندر روست. ده عرفناه كله من مصادرنا في اتحاد كره القدم، ان اتحاد كره القدم لما سالوا كابتن عصام قال لهم مايك قال لي ان هي كذا. طيب وعايز اقول لحضراتكم حاجه، لو كابتن عصام يحب يطلع ينفي اهلا وسهلا بيه على شاشه قناه النادي الاهلي، يعني انا برحب بيه بشده. مستعد اعمل له مداخله دلوقتي حالا لو هو حابب. فراحوا لمايك، كابتن عصام راح لمايك وساله، هو كابتن عصام قال لاتحاد كره القدم كده. طيب فريق الاعداد بتاعنا تواصلوا مع مايك شخصيا خلاص، وقالوا له ايه وبعتوا له الحاله، سألوه هو ايه حكايه روح البروتوكول دي؟ لان احنا سمعنا انك انت مصدر هذه القصه. وبعتنا له البروتوكول واضح يا جماعه. رد مستر مايك فاندر روست على اعداد البرنامج قال لهم ايه؟ كابتن عصام ما كلمنيش يا جماعه. كان يسعدني ان هو يكلمني طبعا. واجاوب على استفسار. طيب بالاسماء اهو، بكمل بالاسماء. اللي بعت لي الحاله دي من لجنة الحكام ده مستر مايك هو اللي بيقول هذا الكلام، كابتن مجدي رزق هو عضو إدارة الفار في لجنة الحكام، وأنا كنت فرطت مهم يعني. وبالتأكيد هو بيقول عندي فريق الإعداد بالتأكيد على الحالة، بالتأكيد إجابتي واضحة من واقع بروتوكول الفار، مش محتاجة تعليق. محدش قال ان في روح بروتوكول، ولا هنا سأصمت قليلا، هنا سأصمت قليلا احتراما وتقديرا لمايك فاندر روست اللي كشف لنا كل حاجه. وانا بقول لحضراتكم مره تانية وعلى الهواء مباشره مع حضراتكم، كابتن عصام لو حابب ان حضرتك تخش تقول لي ان الكلام ده غلط، أو حتى كابتن مجدي رزق، أي حد من الأسماء اللي أنا قلتها وحابب إن هو يعمل مداخلة ويقول لنا إن هو
الكلام ده غلط، انا عندي استعداد لتقبل هذه المداخله ومش هتكلم، هسمع وهرد وانا جاهز بكل المستندات اللي بتقول الكلام اللي انا بقوله ده صحيح ولا انا طالع اقول روح الحلقه وخلاص.